السلام عليكم ورحمة الله وبركاته طلباتي الحبيبات، طلبات الصف الخامس. اليوم إن شاء الله نستكمل الجزء الثاني من درس التحويل بين وحدات الساعة المترية، وكان هدف درسنا التحويل بين وحدات الساعة المترية. نتذكر مع بعض أن وحدات الساعة هي اللتر والملي لتر. اتفقنا ان اللتر هي الوحدة الكبرى والملي لتر هي الوحدة الصغرى. عملنا مع بعض سلسلة لتسهل علينا حل التمارين من لتر الملي لتر ملتبلاي 1000 ملي لتر للتر ديفايد 1000. نيجي مع بعض بيج 255، نبدأ مع بعض نحل مثال 6. حول كل وحدة ساعة 250 ملي لتر بتساوي كام لتر؟ اتفقنا من ملي لتر للتر تقسيم 1000، إذن 250 ديفايد 1000 إيكوال. اتفقنا في الإثنى إذا كان في المقسوم أو المقسوم عليه في أصفار، بنطير الأصفار 0 مع 0. يتبقى عندي 25 ديفايد 100 عند قسمة أي عدد كلي على 100، بنضع البوينت بعد رقمين، إذن الناتج 0.25. نيجي مع بعض مثال 7. 27 من 1000 أو 0.027 لتر بتساوي كام ملي لتر؟ عند تحويل لتر إلى ملي لتر نضرب في 1000، إذا 0.027 × 1000. عندنا قاعدة عند ضرب كسر 10 في 1000، بنحرك البوينت اتجاه اليمين 3 مرات. نيجي نحرك البوينت مرة 2 3، نلاحظ ان البوينت طلع برا. إذن 27 من 1000 لتر بتساوي أحسنتم 27 ملي لتر. نيجي مع بعض تمارين 10. أيضا طالب مني في السؤال حول كل وحدة ساعة 45,000 ملي لتر بتساوي كام لتر؟ هنحول في المثال من ملي لتر للتر، أحسنتم، نقسم على 1000، إذن 45,000 × 1000 إيكوال. نطير 3 0 × 3 0، يتبقى عندي 45/1 إيكوال، أحسنتم، 45. مثال 13 لتر بتساوي كام ملي لتر؟ نحول في السؤال من لتر لملي لتر، نضرب في 1000 13 × 1000 إيكوال، أحسنتم، 13000. مثال 21، أكمل كل جدول لتوضيح القياسات المتكافة. هنرسم الجدول مع بعض، لتر والملي لتر 0.1 لتر، عايز نحولها لملي لتر، وال1 لتر كام ملي لتر، وال10 لتر بتساوي كام ملي لتر. اتفقنا مع بعض ان من تحويل لتر الملي لتر ملتبلاي 1000، اذا نضرب 0.1 او 1/10 في 1000، عند ضرب اي كسر 10 في 1000 بحرك البوينت اتجاه، احسنتم، اليمين 3 مرات. نمسك مع بعض البوينت ونحركه 3 مرات، وادي كده 1، نضع 2 0 لتحريك البوينت، اذا يكون الناتج 100. ال1 لتر
هضربها في ايضا 1000 لتحويلها لملي لتر. 1 multiply 1000 equal 1000. 10 لتر بتساوي كام ملي لتر؟ اذا ايضا نضرب 10 multiply 1000. احسنتم، الناتج 10000. نيجي مع بعض بيج 256، نحل مع بعض أمثلة 28 و29. ساعتها 4 لترات، لكم ملي لتر من الماء تتسع العبوة؟ عبوة ماء ساعتها 4 لترات، لكم ملي لتر من الماء تتسع العبوة؟ يبقى محتاجين نحول الفور لتر لملي لتر. من لتر الملي لتر اتفقنا نضرب في 1000، اذا نضرب الفور ملتبلاي 1000 بتساوي، احسنتم، 4000 ملي لتر. مثال 29، تريد سلوى ان تملأ زجاجة ساعتها 2 لتر بالحليب باستعمال كوب ساعته 80 ملي لتر. إلى كم كوبا تحتاج سلوى لملء الزجاجة بالكامل؟ نلاحظ هنا أن في وحدتين مختلفتين عندي، أهي اللتر والملي لتر. أولا نحول الاثنين لتر، وهي ساعة الزجاجة اللي عندي، نحولها لملي لتر بالضرب في 1000. إذن 2 لتر ملتبلاي 1000 إيكوال 2000. طب ليه نحولها أو ليه حولناها لملي لتر؟ عشان أقدر إن أنا أعرف كم كوب تحتاج سلوى لملء الزجاجة بالكامل، لأن الكوب اللي عندي هي بالملي لتر وليس باللتر. بعد ما حولنا الاثنين لتر لملي لتر، أصبح عندي ساعة الزجاجة عندي 2000 ملي لتر. نقسم 2000 ملي لتر، وهي ساعة الزجاجة، نقسمها على 80 اللي هو سعة الكوب، بتساوي، نطير الزيرو مع الزيرو، يتبقى عندي 200 divide 8. نيجي مع بعض نقسم 20 divide 8. 20 لا تقبل القسمة على 8، إذا نبحث عن رقم أصغر من 20 يقبل القسمة على 8، وهو، أحسنتم، 2. 2 multiplied 8 equal 16. 20 minus 16 equal 4. أنزل الزيرو. 40 divide 8 equal 5. 5 multiply 8 equal 40. 0 0. إذن 200 divide 8 equal 25. إذن نحتاج 25 كوبا لملء الزجاجة بالكامل. وبكده يكون انتهينا من الجزء الثاني من الدرس، وإن شاء الله تكونوا استفدتم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.